أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية والمتابعة في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 من شباط. بعد قليل تضاء الشعلة في منطقة عين المريسي مقابل فندق السان جورج، مكان اغتيال أو حدوث جريمة العصر، جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهذا تقليد سنوي تقوم به كشافة لبنان المستقبل في كل عام، حيث تضاء هذه الشعلة التي نصبت في موقع الاغتيال، اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طبعا محطات كثيرة شهدها ويشهدها هذا اليوم، يوم 14 من شباط في العام 2016، ومن هذه المحطات كما ذكرنا إضاءة الشعلة. ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط العاصمة بيروت بالقرب من جامع محمد الأمين غص ومنذ الصباح بالعديد من الوفود التي قدمت لقراءة الفاتحة عن روحه، شخصيات سياسية ونيابية، والآن وفد من نواب المستقبل وأيضا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري يقرؤون في هذه الأثناء الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد، وبعد قليل عن روح رفاقه الشهداء الأبرار. أيضا العديد طبعا من الشخصيات الدينية أيضا والسياسية توافدت إلى الضريح منذ صباح هذا اليوم وحتى يوم أمس، وهذه الوفود ما زالت تتقاطر، ومنها كما ذكرنا عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق. هذه الوفود طبعا تضع أكاليل من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد وأيضا على أضرحة رفاقه الشهداء. الشعلة وكما في كل عام كما ذكرنا عند الواحدة إلا خمس دقائق في هذا الوقت وتوقيت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تضاء الشعلة في هذه الأثناء في موقع الجريمة. وكما نتابع في هذه اللحظات طبعا تضاء الشعلة في الساحة وفي موقع الانفجار في منطقة عين المريسي في العاصمة بيروت. معنا من هناك الزميلة مها حطيت. مها، نعم سلمان، يعني كما ذكرت في كل عام منذ 11 عاما تضاء الشعلة هنا في موقع الانفجار الذي هز بيروت بصوته الضخم ويعني هز لبنان بأكمله بتأثيراته وتداعياته السياسية. في هذه اللحظة يتم يعني إشعال هذه الشعلة للتذكير بهذا التوقيت الذي غير الكثير في مستقبل البلد. كان توجه إلى هنا النائب مروان حميدي وهو الآن يقف يعني مقابل الشعلة، يعني وفي حديث لتلفزيون مستقبل قال إن يعني هذا المكان له رمزية ودلالة، في هذا المكان قتل رفيق الحريري ويعني تغير الكثير من بعده، متأملا أن يكون هذه السنة للمحكمة الدولية قرار في هذه القضية يعني يؤثر على أو يغير الكثير ويعطي بعض العدالة لهذه القضية. إذن كما تشاهدون سلمان الشعلة مضاءة في هذه الأثناء، هناك طبعا تعزيزات أمنية في هذا المكان، هناك مواطنين يعني يمرون من هنا يتوقفون يعني يتذكرون هذا الوقت، يتذكرون هذا النهار كأنه حصل البارحة. طبعا الطريق قطعت أمام السيارات لبعض الوقت. نعم مها، طبعا الجميع هنا يعني هي كأنها لحظة صمت في هذا المكان يعني الذكرى وحدادا على ما حصل قبل 11 عاما في هذا المكان حيث استشهد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وعدد من المواطنين الأبرياء الذين كانوا يمرون في هذه الطريق في وسط بيروت. نعم، نذكر أن كشافة لبنان المستقبل عادة تقوم في إضاءة الشعلة كما في كل عام كما ذكرنا، وهذه الشعلة ترمز إلى بقاء هذه المسيرة، مسيرة الرئيس الشهيد مستمرة ومتوقدة في نفوس جميع اللبنانيين. هذه الشعلة تضاء اليوم في الذكرى 11 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا تقليد سنوي كما ذكرنا منذ وقوع جريمة اغتيال في 14 من شباط عام 2005.
عدد من المصورين الصحفيين يأخذون بعض اللقطات لإضاءة الشعلة. كما ذكرنا إضاءة الشعلة هي إحدى المحطات في هذا اليوم، في يوم 14 من شباط عصرا يقام إحياء للذكرى هذا المهرجان الذي يقام في لبيال بحضور الرئيس سعد الحريري الذي كان قد وصل فجرا إلى العاصمة بيروت للمشاركة شخصيا في إحياء هذه الذكرى، طبعا بحضور العديد من الشخصيات من قوى 14 من أذار وطبعا حشد من المواطنين، وتحت شعار الحق معك واليوم أكثر. وتترقب الأوساط كما أشارت المعلومات مضمون كلمة الرئيس الحريري في هذه المناسبة في ذكرى 14 من شباط، ضريح الرئيس الشهيد. وكما نتابع مباشرة على الهواء العديد من الوفود ما زالت تتقاطر إلى الضريح، تضع أكاليل من الزهر في ذكرى الاغتيال. هذه الوفود تضم شخصيات سياسية من وزارية ونيابية وأيضا دينية، وأيضا عدد كبير من الوفود الشعبية قدمت من العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية لقراءة الفاتحة. عن روح الرئيس الشهيد وأيضا عن روح رفاقه الشهداء. كشافة لبنان المستقبل يتقدمون في هذه الأثناء إلى جانب الشعلة التي أضيئت كما ذكرنا عند الواحدة إلا خمس دقائق لحظة وقوع جريمة الاغتيال. هم قدموا في هذه المسيرة الكشفية كما في كل عام كما ذكرنا وفي تقليد سنوي، تحية للرئيس الشهيد. كما ذكرنا من المحطات في ذكرى 14 من شباط عام 2016 الذكرى 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري أقيمت في المناسبة في جامع محمد الأمين ندوة، وقالت فيها السيدة نازك رفيق الحريري: أين نحن الآن؟ مما كنت تسعى جاهدا من أجله وتعمل بعزيمتك ووطنيتك لإعادة السيادة والحرية والاستقلال والأمن والأمان لهذا البلد، مخاطبة الرئيس الشهيد. وقالت السيدة الحريري: يا شهيدنا الكبير، تركت لنا حتى في استشهادك طريق مجد وأمل لنكمل المشوار، وإن شاء الله سنستمر بمسيرتك التي أردتها للبنان مع جميع المحبين والمخلصين والأوفياء. تحية من كشافة لبنان المستقبل بالقرب أو أمام الشعلة التي أضيئت منذ بعض الوقت في موقع الاغتيال مقابل فندق السان جورج في منطقة عين نمريسي. النشيد الوطني عزفته كشافة لبنان المستقبل أمام الشعلة.
إذن كشفت لبنان المستقبل، عزفت منذ بعض الوقت النشيد الوطني اللبناني أمام الشعلة التي أضيت عند الواحدة إلا 5 دقائق في نفس الوقت التي وقعت فيها الجريمة، وأيضا تحية لبيروت في معزوفة لكشافة لبنان المستقبل العاصمة بيروت التي احتضنت في ثراها الرئيس الشهيد والتي شهدت على ما قام به من إنجازات في العاصمة ومختلف المناطق. إذن ما زلنا معكم مشاهدينا في هذا النقل المباشر في منطقة عين المريسي، حيث أضيئت الشعلة، شعلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في موقع الانفجار عند الواحدة إلى 5 دقائق تحديدا. كشفت لبنان المستقبل قدمت إلى هذا المكان، قدمت النشيد الوطني اللبناني بداية ومن ثم عدد من المعزوفات تحية لبيروت، وفي هذه المناسبة إحياء لهذه الذكرى في 14 من شباط عام 2016. طبعا كما ذكرنا الكشافة تضيء الشعلة كما في كل عام في تقليد سنوي في موقع الانفجار، هي إحدى المحطات في هذا اليوم من الشعلة إلى الضريح في وسط العاصمة في جوار مسجد محمد الأمين إلى البيال عند عصر هذا اليوم، حيث يقام الاحتفال المركزي إحياء لذكرى الاغتيال. وطبعا قبل الظهر أو ظهرا أقيمت ندوة برعاية السيدة نازك رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين في هذه الذكرى. وكما أشرنا فأن الرئيس سعد الحريري يشارك شخصيا اليوم في الذكرى 11، وهو كان قد شارك أيضا في الذكرى 10 شخصيا في إحياء هذه الذكرى. وبالتالي حشد رسمي وسياسي، وطبعا من قوى 14 من أذار
سيحضر هذا المهرجان إحياء لذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري 11 في لبيال. والمعلومات تشير تتوقع الشخصيات السياسية مضمون الكلمة التي سيلقيها الرئيس الحريري بالنسبة للقضايا في الداخلية تحديدا، موضوع رئاسة الجمهورية، وأيضا ما يحدث في المنطقة من تطورات وأي تداعيات على لبنان في هذا الوقت وفي هذه الأجواء التي يعيشها لبنان والمنطقة. نحن باقون معكم في هذا النقل المباشر في 14 من شباط في الذكرى 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. ابقوا معنا في أي جديد، إلى اللقاء.